بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بالتأكيد يوم الاحتفالية، احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري العام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تتويج الأهلي بطل للدوري العام النسخة الحالية في موسم 2022-2023. موسم كان صعب جدا، موسم كان طويل جدا، كانت فيه مباريات صعبة، ولكن قدر النادي الأهلي يفرض كلمته من الأسبوع الأول حتى الجولة الأخيرة. وبالتأكيد لسه كمان خلال المباراتين المقبلتين الأهلي إن شاء الله هينهي هذا الموسم إن شاء الله بشكل رائع جدا على جميع المستويات، والأرقام القياسية كلها هتتحقق من خلال هذا الموسم. حلقة النهاردة نقدر نقول حلقة الاحتفالية. أولا احتفالية بخصوص تسليم درع الدوري في استاد القاهرة، طبعا على هامش مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم اللي هتقام إن شاء الله الساعة 8:30 مساء بحضور جماهيري نوعا ما مقبول أو معقول في ظل طبعا الموافقات الأمنية اللي صدرت بحضور 10,000 متفرج. كمان حالة النهاردة فيها احتفالية لأن السوشيال ميديا كان فيها اهتمام كبير جدا وتفاعل كبير جدا خلال الساعات الأخيرة فور إعلان النادي الأهلي عن صفقة جديدة، أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، انضمام إمام عاشور لاعب خط وسط فريق ميتلاند الدنماركي العائد من جديد إلى الدوري المصري، واختار أن يكون مشواره المقبل في قلعة البطولات في نادي القرن النادي الأهلي المصري. حلقة مهمة جدا فيها كواليس وتفاصيل كتيرة، لكن تابعونا خلال هذه الحلقة لأن النهاردة عندنا مفاجآت سواء متعلقة باحتفالية الأهلي ببطولة الدوري أو كمان هنتكلم على انضمام إمام عاشور وتفاعل السوشيال ميديا على هذه الصفقة الكبيرة، وكمان عندي خبر مهم جدا بالسوبر الإفريقي. لسه حالا جايلي رسالة مهمة جدا متعلقة بموقف السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرية الاتحاد العاصمة الجزائري. تابعونا على مدار الحلقة لأن حلقة فيها كواليس مهمة جدا، ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة هو مش سؤال، هي رسالة مطلوبة من كل أهلاوي ومن كل واحد بيتابعنا في أنحاء العالم وكل واحد بيشارك وبيتابع من خلال السوشيال ميديا. عايزين رسالة من جماهير النادي الأهلي للاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد إعلان انضمامه رسميا للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وصفقة مهمة جدا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم. وأكيد إمام عاشور منتظر يشوف رسائل الأهلوية بعد انضمامه رسميا للنادي الأهلي مساء أمس، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يتسلم درع الدوري في مباراة الحدود الليلة، وكمان والد إمام عاشور سعيد بانضمام نجلي لنادي القرن في إفريقيا. وفي الترند المحلي، فتح باب القيد للموسم الجديد 27 يوليو. ده بالنسبة لفتح القيد للموسم الجديد المحلي 27/7، ولكن القيد الإفريقي بدأ القيد من أول شهر 7 ومستمر حتى 31/7 للفرق اللي هتشارك في الدور التمهيدي الأول. ولكن بالنسبة للنادي الأهلي اللي هيشارك في الدور التمهيدي الثاني بشكل مؤقت حتى الآن لغاية لما يصدر قرار من الاتحاد الإفريقي، باب القيد بالنسبة للأهلي إفريقيا هيبدأ من 1/8 حتى 31/8 إن شاء الله. طيب النهاردة في استعراض مباريات اليوم، هي المباراة الأهم، هي مباراة التتويج، هي مباراة الاحتفالية، مباراة الأهلي وحرس الحدود الساعة 8:30 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع 33 من عمر الدوري، وهي مباراة نقدر نقول مباراة تسليم درع الدوري لبطل إفريقيا وبطل مصر في ختام هذا الموسم، موسم 2022-2023. طيب كلام مهم وتفاصيل أكتر وكواليس وحصريات تابعوها بالتأكيد من خلال فقرة ترند ترند، كل ده ولكن بعد الفصل. طيب امبارح وفي نفس المكان هنا كنا بنتكلم على موضوع الصفقات والتعاقدات والموسم الجديد والأهلي ازاي هيحضر للفترة اللي جاية، واتكلمنا ان في اعلام بيحاول قدر الامكان يشتت جماهير الأهلي، يشكك جماهير الأهلي، وقلنا على فكرة وارد جدا يكون في اعلان عن صفقة خلال ساعات، وبالفعل بعد نهاية الحلقة على طول بحوالي ساعة ونص النادي الأهلي اعلن رسميا عن انضمام إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي خلال الخمس سنوات المقبلة. أول حاجة ولفتت انتباهي وانتباه كل الأهلاوية، كان سهل جدا إمام عاشور يجي للنادي الأهلي يمضي 3 سنين، يمضي 4 سنين، ولكن ده مضى بالحد الأقصى اللي حدده الفيفا في التعاقدات 5 سنين.
قدامكم طبعا صورة لإمام عاشور وصور اللي امبارح عملت رد فعل كبير جدا على السوشيال ميديا، وهتكلم كمان على تفاعل السوشيال ميديا خاصة مع النادي الأهلي. ولكن فكرة إن إمام عاشور يرجع مصر ويختار النادي الأهلي ويتعاقد لمدة 5 سنين، دي رسالة على فكرة. رسالة أولا إن عنده قناعة كبيرة جدا باختياراته. رسالة كبيرة جدا إن إمام عاشور واثق تمام الثقة إن اختياره للنادي الأهلي إنه عايز يبقى مشروع مهم جدا في مستقبله القروي إن يكون لاعب في النادي الأهلي. ما هو الفيفا يا جماعة لما بيحدد مدة التعاقد لأي لاعب وبيبقى حاطط رولز في مسألة الإعارات أو التعاقدات في المدد الزمنية، الحد الأقصى 5 سنين. فاللاعب اللي بيمضي 5 سنين ده لاعب عايز يأمن مستقبله، عايز يلعب في مكان يحقق معاه كل البطولات وكل الإنجازات اللي ممكن يحققها في مشواره القروي. والمرحلة السنية اللي فيها إمام عاشور حاليا هو أفضل توقيت ممكن يطلع أفضل ما عنده. فمهم جدا الناس كانت تاخد بالها من فكرة هو مضى للأهلي كام سنة، لأن حتى لو بصينا على الهيستوري وتاريخ إمام عاشور في السنوات اللي فاتت، هل هو كان عنده الثقة إن يكون في أندية بيلعب فيها بالفترات دي كلها؟ هل في الأندية اللي لعب فيها حتى في مصر قبل ما يطلع ويحترف في الدنمارك لما اتعرض عليه حتى التجديد كان التجديد لمدة 5 سنين؟ لا، ده لما اتعرض عليه التجديد 3 سنين رفض، ما اهتمش، كان تفكيره في الاحتراف الخارجي لأنه هو شايف مش هيقدر يحقق أكتر من كده جوه مصر لأنه مش بيلعب في النادي الأهلي. لا، شايف أنه زي حمدي فتحي مثلا، لو هضرب مثال، حمدي فتحي فكر في الاحتراف إمتى؟ بعد ما يعني خد كل شيء، عمل كل حاجة، دور أبطال إفريقيا 3 مرات، الدوري المصري 2 3، كأس السوبر الإفريقي 2، كأس عالم أندية 3 مرات، خد فيها 3 برونزيات، عمل كل حاجة، ففكر في الاحتراف وجاله عرض فشافه فرصة. لكن غيره ما حققش حاجة فكان عايز يحترف، ولما احترف صدف سوء حظ، اتغير مدرب، اتعرض لإصابة، موسم انتهى ليه بدري، هو دلوقتي الحمد لله خلاص في المراحل الأخيرة وهيكون جاهز في شهر 8 للتدريبات، ومع ذلك شاف إن فرصته مش هتبقى في الاحتراف قوية، وجاله عرض رسمي من النادي الأهلي، والأهلي دخل من الأبواب وكلم مع نادي ميتلاند الدنماركي، نادي هو اللاعب على ذمة نادي ميتلاند. أي حاجة تانية على فكرة ما تركزوش معاها، ممكن بقى ناس زعلانة متضايقة غضبانة، بس قارنوا كلامهم دلوقتي وقارنوا كلامهم قبل كده على بعض اللعيبة اللي مشيت من الأهلي، كان كلامهم إيه؟ احتراف، سيبوه، هو غلط في إيه؟ ده كان كلامهم. دلوقتي ماسك في المبادئ وهي مش بتاعته، بس هو ماسك في أي حاجة. عارف أنت الغريق اللي بيتعلق بقشاية؟ هو كده بالظبط، هو زي الغريق اللي بيتكلم على الصفقة التي لا تعنيه، وعامل زي الغريق بيتعلق في أي قشاية، بيتعلق في أي قشاية. ومهما حاولوا حتى يصدروا حاجة للجماهير، جماهير الفرق المنافسة فاهمة أصلا الموقف كويس قوي أكتر من إعلامهم، يعني جماهير الفرق المنافسة فاهمة كويس جدا أكتر من إعلامه، وبيلقوا اللوم عليهم لأن الأهلي اشتغل بشكل بروفيشنال، تعاقد مع لاعب طبقا لاحتياجاته الفنية وضم إمام عاشور. وإمام عاشور لما حب يدي رسالة للي عايز يفهم، مضى 5 سنين، 5 سنين مع النادي الأهلي، رسالة قوية جدا، بس للي يفهم، للي يستوعب، عايز يحقق بطولة، عايز يحقق طموحه. الطموح ما بيتحققش إلا في قلعة البطولات في نادي القرن، وشفنا التاريخ قال إيه في السنين اللي فاتت والسنة دي تحديدا، مش هروح بعيد قوي، السنة دي تحديدا التاريخ كان فيه كلام مهم جدا. طيب، الصفقة الأولى للأهلي في الانتقالات الحالية ولن تكون الأخيرة، لأن برضو هرجع أأكد تاني، النادي الأهلي بيشتغل في هدوء، النادي الأهلي بيشتغل في هدوء. والتوقيت اللي طلع فيه البعض اتكلم على أن صفقة إمام عاشور، وإحنا ما كناش عايزين نتكلم بشكل رسمي لغاية لما الأهلي يعلم، بس كان الكلام اللي بيتقال لازم بقى نرد دلوقتي، اللعيب عنده إصابة، اللعيب ممكن يغيب 3 شهور، الأهلي بيفكر في التراجع عن الصفقة، أصل الأهلي ابتدى يتراجع في اللحظات الأخيرة وممكن ما يعلنش عن الصفقة. يا راجل يا مؤمن، حتة الإصابة هتكلم عليها، بس الأهلي يتراجع عن الصفقة إزاي وهو بيصور وبيستعد للبرومو من يوم مباراة الزمالك؟ يعني ركز كده في التفاصيل اللي ما بين السطور. البرومو لما اتعرض وشفنا الانترو والبداية ودخلت إمام عاشور أو الدوبلير اللي أدى الدور
في هذا الفيديو كان فين؟ في استاد القاهرة. طب ما تيجوا نشوف. إمام عاشور أهلاوي، شفتوا البداية وشفتوا الفيديو المتعلق بتقديم أول صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي. إمام عاشور منين؟ من استاد القاهرة. المباراة دي كانت بقالها قد إيه؟ بقالها 6-7 أيام. ده التوقيت اللي كان الكل بيتكلم فيه عن بعض الأخبار اللي كان الهدف منها إنهم يشككوا جماهير الأهلي في إدارة النادي الأهلي. أنا بقولها لكم كده إيه بصريح العبارة، كان الهدف منها تشكيك جماهير الأهلي في إدارة النادي الأهلي. بس على أرض الواقع ما كانش في حاجة اتغيرت. طالما الأهلي خد قرار بيكمل في قراره لغاية النهاية، ما بيرجعش. ودي مش أول أو مش آخر صفقة خلال الفترة اللي جاية، أيا كان مين المنافس أو أيا كان مين اللاعب، طالما أنت عايز لاعب والمدير الفني طلبه وفي احتياجاتك ومتاح ليك هتجيبه. حتى لو فين هتجيبه، مصلحة الأهلي عايزة كده، مصلحة النادي عايزة كده، مصلحة الفريق عايزة كده. ولكن الميكنج والتصوير والكلام ده كان في مباراة الأهلي والزمالك، يعني ما كانش فيه أي تراجع. والتوقيت اللي طلع فيه خبر إصابة إمام عاشور وهو خبر أصلا غير صحيح، لأن الإصابة دي كانت من شهر إبريل، وإمام حاليا حتى في الفترات الأخيرة جاهز إن شاء الله أول ما يرجع ويخش في التدريبات، أول ما كولر والكابتن سعد الحفيظ يبلغوه بالانضمام الرسمي، لأن الفترة اللي جاية أكيد هيكون في راحة سلبية للفريق، فيبقى في تعامل مع اللاعبين الجدد، إمتى ينضموا للتدريبات، إمتى يبدأوا البرنامج التأهيلي عشان لما يخشوا للتدريبات الجماعية، كل ده هيتحدد خلال الفترة اللي جاية. ولكن كل الكلام اللي اتقال على الإصابات كله كان كلام غلط. كل الكلام اللي اتقال عن التراجع في الصفقة كله كان كلام غلط. والدليل مش كلامي، الدليل في الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي واللي امبارح على السوشيال ميديا عمل رد فعل كبير جدا. مش هعقد مقارنة عشان الناس، بس ايه، انا عارف في ناس الامور دي بالنسبة لها حساسة شوية. يعني في ناس لما تيجي تعقد مقارنة ما بين حد في الاهلي ونجم كبير في الكرة الاوروبية او في العالم بيبقى في حساسية، ما تفهمش ليه. يعني انا مش بقارن نفسي بيك، انا بقارن نفسي بميسي، بكريستيانو، بالريال، ببايرن ميونخ، بالسيتي. مكانتي بتسمح لي ان اقارن نفسي بالناس الكبيره، نتائجي وبطولاتي وارقامي هي اللي بتقول كده مش انا اللي بقول. فميسي، انضمام ميسي لانتر ميامي، الفيديو بتاعه على السوشيال ميديا عمل مشاهده قد ايه؟ قدامكم على الشاشه 2.6 مليون فيو مشاهده، يعني اقل من 3 مليون مشاهد. طيب الفيديو بتاع امام عاشور، وده على فكره ميسي من 3 4 ايام، امام عاشور لسه ما كملش 24 ساعة، يعني طبعا على الساعة 7:30 كده ولا حاجة تبقى عدى 24 ساعة، 5.4 5 مليون و400 ألف متابع. ده إيه بقى؟ دي مشاهدة. ده إيه يا جماعة؟ دي عظمة جماهير الأهلي، دي مكانة الأهلي، دي شعبية الأهلي. والله الأرقام هي اللي بترد، الأرقام هي اللي بترد. بصوا إحنا بنقارن مين بمين وفين مع مين. الأهلاوية يا جماعة يقدروا يصنعوا الحدث في أي مكان، النادي الأهلي يقدر ينجح أي حاجة في أي مكان. الناس لما بتحب تنظم بطولة بتيجي للأهلي، الراعي لما بيحب يختار مكان يصرف من خلاله عشان يعلن عن المنتج بتاعه بيختار النادي الأهلي. خلوا الأرقام دي في حساباتكم. وأنا عارف المقارنة دي بتسبب حساسية عند البعض، وممكن يطلعوا بالليل ويزعقوا ويقولوا ميسي إزاي وبتعمل إيه وبتاع. أرقام، هي الأرقام، الأرقام اللي بتقول، والله مش أنا اللي بقول. فالدنيا تهدى شوية، رغم أن أنا شايفها مش هتهدى خالص لفترة طويلة، بس الدنيا تهدى شوية. وهي الكرة كده، وهي الرياضة كده، بس لازم تتقبل الوضع. يعني بعد كل ده لازم تتقبل الوضع، ولازم تتقبل الموقف بروح رياضية، لأن هي الكرة والرياضة فيها كده، فيها تنافس، فيها صراعات على ضم اللاعبين عشان تكسب بطولات. هي الرياضة أساسها التنافس الشريف، واحنا هنا دايما بنقدم مادة إعلامية شريفة، لأن غيرنا دايما يا إما بيطلع بيانات، يا إما بيطلع أوراق، يا إما بيطلع حاجات تانية للأسف ممكن يكون فيها تشهير، ومحدش ممكن بيكون بيحاسبهم، دي قصة تانية. ولكن احنا دايما هنلتزم بالضوابط، لأن احنا بنمثل منظومة ليها مبادئ وقيم وثوابت هنفضل عايشين عليها مهما البعض حاول يقرب منها. ورغم ان البعض اللي بيحاول يقرب منها معروفين دايما ان هم اللي هربانين، معروفين دايما ان هم اللي بيكسروا المبادئ، سواء مع الاهلي مع المنتخب في اي مكان، هو مبدأهم كده. بس يجي عندها يقول لك ايه، يا سلام على كذا، يا اخي خليك في نفسك. ولكن طيب عموما
الصفقة كانت مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي على المستوى الفني، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لإمام عاشور كل التوفيق الفترة اللي جاية. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة تانية كمان، لا هتشوفوا لقاءات ولا هتشوفوا مداخلات ولا هتشوفوا أحاديث صحفية ولا هتشوفوا كمان سوشيال ميديا واهتمام كبير جدا من إمام عاشور الفترة الجاية. ليه بقى؟ لازم يقفل ويركز ويستعد للمرحلة الجاية، لأن المرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا. أنتوا عارفين التركيز هيبقى إزاي؟ واحنا التجارب كانت كتيرة ومن سنين كتيرة مش من دلوقتي، تجارب عشناها وشفناها مع لاعبين كثيرين. مثلا كهربا، لا موضوع كهربا لسه يعني عامل بوم جامد قوي يعني بالانجازات اللي بحققها كهربا مع النادي الاهلي. ولكن امام عاشور الفتره اللي جايه مفيش تصريحات، كابتن سيد بدا بقى خلاص النظام، وطالما اللاعب اصبح رسميا في النادي الاهلي هيدخل في منظومه النادي الاهلي، زي ما كهربا دخل في منظومة النادي الأهلي، زي ما معتز إينو دخل في منظومة النادي الأهلي، وغيره وغيره وغيره. ما تقارنوش لاعب لعب في مكان تاني بأسلوبه وطريقته وحياته وتفاصيله وتحطوها في الأهلي طرف، لا، قارن واحكم على إمكانيات اللاعب وقدراته وحياته وهو في الأهلي. ما تحطوش قياس مع مكان تاني، لأن الفرق شاسع والفرق كبير، والفرق دايما بيكون لصالح الأهلي، والتاريخ قال كده، وآخرهم دلوقتي محمود عبد المنعم كهربا. طيب النهارده في احتفاليه وافراح الاهلاويه الحمد لله مستمره، موسم تاريخي، انجازات رائعه، صفقات مميزه فيها يعني اختيارات على اعلى مستوى، ولكن حفله النهارده حفله تتويج. موسم كامل تعبت فيه واديت فيه لازم تفرح بيه النهارده وانت بتستلم درع الدوري من رابطه الانديه المحترفه من مجلس اداره اتحاد الكره امام جماهير النادي الاهلي في استاد القاهره. كل التفاصيل دي واخبار فريق الاهلي، مباراه الحرس النهارده، كولر رغم ان هي احتفاليه هيستعد للمباراه، بيلعب على الارقام القياسيه، عايز يحقق مكسب، عايز يوصل ل90 نقطه، كل دي اكيد يعني في ذهن مارسيل كولر خلال المباريات القادمه، خاصه مباراه حرس الحدود اليوم. كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبار المعسكر عندك وانا عارف احتفاليه، ولكن في تركيز ايضا للمباراه، الفريق بالكامل، هل اللاعبين حتى اللي بره القائمه موجودين مع الفريق في الاوتيل هيتحركوا معاهم في الاستاد يعني في الحافله لغايه الاستاد، ولا اللاعبين اللي مش موجودين في المعسكر هيجوا على الاستاد على طول؟ يعني كل التفاصيل من خلالك بقى، جماهير الاهلي مستنيه تسمع منك كل الجديد. بص يا حنان، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح. النهارده زي ما انت عارف دي مباراه التتويج، مباراه التكريم، بطوله الدوري العام 43، انت بطل البطوله بالارقام قياسيه وان شاء الله تكمل فيه خلال الثلاث مباريات الاولى النهارده حرس الحدود، ونكمل في ارقامنا القياسيه وكل الكلام الجميل اللي انت قلته، الوصول ل90 نقطه، دوري بلا هزيمه باذن الله مستر كولر، واللاعبين مصممين على دوت وعايزين يحققوه كمان. لكن الاهم من ده كله محمد بقى زي ما انت قلت التركيز. يمكن النهارده قائمه اللاعبين الموجودين هنا في فندق الاقامه هم اللاعبين فقط اللي هيقضوا المباراه، يمكن باقي اللاعبين اللي خارج السكور هيحصلوا الفريق على استاد القاهره، ولكن زي المعتاد اكنك في نهائي دوري ابطال افريقيا، مش مباراه عاديه في الدوري ومحسومه ودوري حسم بالفعل، لا، تركيز تام من اللاعبين والجهاز الفني. ال 20 لاعب او ال 21 لاعب فقط اللي هيبقوا موجودين في قمه المباراه هم الموجودين هنا داخل فندق الاقامه. اليوم ماشي بشكل طبيعي جدا، امبارح يمكن الفريق اختتم استعداده بتمرين قوي جدا، طبعا شفنا مشاهد وداع اللاعب يعني لاعب النادي الاهلي ايمن اشرف اللي خلاص يعني ترك النادي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في اللي جاي. من بعده على طول كان تدريب قوي جدا، شارك فيه معظم اللاعبين، يمكن كمان التقسيمه في اخر التمرين محمد كل اللاعبين كانوا حريصين ان هم يؤدوا بشكل اكثر من رائع عشان يحجزوا مكان اساسي في مباراه اليوم. عايز اقول لك ان كل اللاعبين الاساسيين خلال الفتره الاخيره دون المصابين موجودين داخل المعسكر، تركيز تام. كابتن محمد الشناوي طبعا كابتن فريق النادي الاهلي موجود في المعسكر ومع بقيه زملائه، تركيز تام نفس يومنا المعتاد يا محمد. طبعا الفريق تناول وجبه العشاء بالامس، من بعدها الجميع خلد للراحه. النهارده برده الصبح الفطار 11 صباحا، فتره اكتيفيشن 12:30 الظهر، ووجبه الغذاء يمكن يعني وجبه الغداء انتهت منذ قليل، كانت في تمام الرابعه والنصف. اللاعبين حالا دلوقتي كلهم في اوضهم بياخدوا قسط من الراحه عشان بعد كده تبقى المحاضره الفنيه ان شاء الله في تمام السادسه والربع، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب المباراه. اليوم العادي يا محمد بتاعي لو هتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا هيبقى نفس الاستعداد، نفس التركيز، نفس السكواد اللي انت واخده معاك الفندق. طبعا في احتفاليه وكل حاجه، كلمت مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره قال لي طبعا الاحتفاليه هتبقى في الاستاد، لكن اللاعبين الموجودين في المعسكر هم اللاعبين اللي هنخوض بيهم المباراه النهارده بكل جديه. طبعا الجهاز الفني واللاعبين عاوزين يحافظوا على السكور كمان
بلاعيبه مختلفه في المباراتين، اخر مباراتين في الدوري العام بتكسب بنتيجه 4-1، ما بقاش بيفرق معاك المنافس قد ما انت مركز في اهدافك، مركز في فرقتك، منفذ مركز جدا في خطتك والشكل اللي بتلعب فيه وبتظهر بيه عشان تسعد جمهورك. والنهارده كمان ان شاء الله جماهير النادي الاهلي اللي تسعد معانا في استاد القاهره بالتتويج باللقب الثالث والاربعين، طبعا الاحتفالات وكل الحاجات اللي ان شاء الله النهارده تكون تليق باسم النادي الاهلي وطبعا بتاريخ الكره المصريه واللقب او الدرع يا محمد بشكله القديم اللي ان شاء الله النهارده زي ما النادي الاهلي كان اول فريق حصل عليه سنه 48 هو ان شاء الله برده هيبقى اخر فريق يحصل عليه في سنه 2023 و43 لقب يا محمد. انت بتتكلم تقريبا في 65% من اجمالي القاب الدوري العام على مدار تاريخه هي في مكانها الطبيعي في النادي الاهلي بالجزيره، زي ما انا قلت لك تركيز تام، استعداد اكثر من رائع، يمكن الجهاز الفني على طول متعودين عليهم، بيبقى فيها احاديث جانبيه بيبداوا يتكلموا ويتناقشوا اللاعبين كمان النهارده الجلسات والتحفيز يا محمد. انت متبقي 3 مباريات زي ما بنقول او اي حد هيتكلم هيقول لك دول تحصيل حاصل، ولكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في النادي الاهلي غير يا محمد، انت بتاخد البطوله الخامسه وعايز تكمل، عايز تبني، ما عندكش وقت للكلام والاحتفالات، لا انت بتحتفل النهارده وبكره على طول في هدف جديد وفي دوافع جديده، وجمهور النادي الاهلي اللي عمره ما بيشبع البطولات ابدا يا محمد. طيب في الكواليس كده، هل طاهر محمد طاهر استقر على الاحتفاليه النهارده شكلها ازاي ولا لسه ما فيش حاجه واضحه؟ انت عارف طاهر بقى خلاص يعني هو الايقونه الخاصه في الاحتفالات في الفترات الاخيره. يعني شفنا طبعا محمد طاهر، محمد طاهر زي ما انت قلت محمد في نهائي دوري ابطال افريقيا واحتفال جاب العالم كله من الشرق والغرب يعني، وطبعا احتفاله الاخير بالهدفين اللي احرزهم امام المقاولون العرب، اعتقد النهارده طاهر هيفاجئنا بحاجه جديده، كان انت طبعا عارف ان طاهر بيحب يعمل ده بشكل مفاجئ ما بيطلعش على حد يعني، فنتمنى النهارده انه يحرز كل لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده ان شاء الله، نتمنى له التوفيق واحراز اهداف، ونتمنى ان شاء الله نشوف احتفال جديد بالاهداف وكمان احتفال جديد ان شاء الله باللقب ال 43، وكمان عايز يعني من ابرز الملامح النهارده في المعسكر هي عوده طبعا لاعبنا الكبير اللي بنعزيه كلنا ونتمنى يعني لوالده الرحمه باذن الله مروان عطيه، واحد من اللعيبه الرجاله اللي دايما موجوده، يعني يمكن استقبال اكثر من رائع من زملائه طبعا سواء في التدريب من اول امس يا محمد او كمان النهارده في المعسكر، دي قمه النادي الاهلي وان كله بيتفانى يا محمد، زي ما انت عارف النادي الاهلي طول عمره ما فيش حاجه اسمها النجم، النجم هو الفريق اللي بيحقق بطولات اللي بيسعد جماهيره وبيحقق اهدافهم في كل وقت، واعتقد النهارده بجانب الاحتفاليه هنتفرج على مباراه ممتعه كمان في الملعب باذن الله. طيب توفيق اخر سؤال، انا شفت في اللقطات اللي قدام الحصريه من فندق الاقامه محمد الشناوي موجود، اعتقد كده يعني الامور اصبحت جيده بالنسبه للشناوي، الكلام عن ان في مزق او شد ومش هيكمل الموسم، لا اعتقد خلاص الشناوي اصبح سليم بدليل النهارده الموجود في المعسكر. بالطبع يا حمد كان لنا حديث اول امبارح وقلت لك، قلت لك ان الموضوع خفيف جدا بس هو الجهاز الفني فضل تغييره اثناء المباراه عشان الاصابه ما تتفاقمش، وكان شد خفيف جدا. دكتور احمد ابو عبله طبعا في اول يوم تدريب قال لي خلاص الشناوي هيتدرب مع اللاعبين النهارده تدريب استشفائي لانه طبعا لعب المباراه كاساسي، وامبارح شارك مع اللاعبين بشكل كويس جدا. عايز اقول لك ان محمد مش بس الشناوي، اي لاعب موجود في قائمه المباراه موجود في فندق الاقامه بيبقى سليم من الناحيه الطبيه 100%، وزي ما قلنا واكدنا محمد ان الموجودين في فندق الاقامه هم فقط اللاعبين اللي هيكونوا في قائمه المباراه النهارده، بقيه اللاعبين باذن الله وباقي يعني السكواد اللي لعب معانا طوال الموسم ان شاء الله هيكونوا موجودين مع باقي زملائهم في استاد القاهره، وان شاء الله نحتفل كلنا محمد بعد انتهاء المباراه بالفوز وباداء رائع يسعد كل جماهير النادي الاهلي وباللقب ال 43 وباخر بطوله دوري بشكلها القديم، وباذن الله كمان السنه الجايه النادي الاهلي يفتتح البطوله بدرعها الجديد كعادته دايما باذن الله رب العالمين. اكيد زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه النادي الاهلي، وتابعونا النهارده على مدار اليوم على شاشه قناه الاهلي من خلال برنامج السادسه للاستوديو التحليلي، كل الكواليس المتعلقه باحتفاليه الاهلي واستلامه لدرع الدوري اليوم اكيد هتكون فيها لقطات مميزه عبر شاشه قناه الاهلي ومن خلال زملائنا المراسلين شبكه مراسلين النهارده هتكون موجوده في الفندق وفي استاد القاهره الدولي باذن الله. طيب عايز اتكلم على نقطتين بسرعه قبل ما اطلع لفاصل، امبارح حبيت اوصل كده لاي مسؤول كبير في اتحاد الكره عشان اشوف موضوع كاس مصر ماتش الاهلي والداخليه يوم 30/7 ايه موقفه القانوني، ممكن يتلعب مش هيتلعب، وطلب التاجيل جاي بناء على طلب من نادي الداخليه مباشره، نادي الداخليه هو اللي طلب التاجيل مش النادي الاهلي، عشان بس تبقى الامور بنتكلم في سياقها الصحيح والناس ما تاخدش الكلام في اطار الاهلي عايز ياجل والاهلي عايز يرحل والاهلي بيمشي الاجنده حسب مزاجه، الداخليه اللي طلب، ليه الداخليه طلب؟ لان اتحاد الكره هيفتح القيد يوم 27/7، فبالتالي اللعيبه اللي على ذمه نادي الداخليه هتنتقل وترجع لانديتها، اللعيب اللي بينتهي عقده مش هيكمل مع الداخليه، فبعد ما كانت قائمتك فيها 25-27 لاعب قائمتك بقى فيها 10-11 لاعب فمش هتكمل القائمه، فعلى هذا الاساس الداخليه طلب التاجيل. اخر حاجه وصلت لها من المسؤولين في اتحاد الكوره، وامبارح كنت بتكلم مع مسؤول كبير جدا في الاتحاد صاحب قرار في هذا الشان، قال لي حتى هذه اللحظه لم يجزم
ولم يؤكد ولا قال لي، ولكن قال لي حتى هذه اللحظة مباراة الأهلي والداخلية يوم 30/7 في ميعادها، ولا نية للتأجيل حتى الآن. قلت له طب ممكن تحصل مستجدات الفترة اللي جاية، قال لي لسه في مشاورات، ولكن قررنا لغاية دلوقتي المباراة في ميعادها ومفيش تأجيل. عموما هنتابع الملف ده، لأن الملف ده متعلق بالفريق الأول عندنا في النادي الأهلي. كولر ممكن يدي الأجازة إمتى؟ الراجل مستني قرار في موضوع الكاش يدي أجازة ويستعد للموسم اللي جاي اللي هيبقى فيه حاجات كتيرة صعبة جدا، وأبرزها مباراة السوبر الإفريقي. وفي بداية الحلقة قلت لكم عندي معلومة خاصة بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة. الكلام على إن المباراة تتلعب في المملكة العربية السعودية مش جديد. كلام اتقال من شهر، واحنا انفرضنا هنا بالامر ده وقلنا ان الاتفاقيه اللي تمت مع المملكه العربيه السعوديه فيها بنود تتعلق باستضافه الاتحاد السعودي لمباراه السوبر الافريقي، واللي اول نسخه منها هتكون ما بين الاهلي واتحاد العاصمه. ولكن تاخير تحديد الميعاد اكيد ليه اعتبارات كتيره. طب ايه المعلومه الجديده؟ قبل ما ابدا الحلقه كنت بكلم مسؤول كبير جدا وبارز في الاتحاد الافريقي، ليه سلطه في مساله تحديد موعد ومكان السوبر الافريقي، عشان نوصل للمعلومه بالظبط ايه اللي هيحصل في هذا اللقاء الاهلي واتحاد العاصمه. ماتش كان في 8 اترحل ل1/9، ايه الموقف النهائي؟ اتقال لي احنا النهارده الاربعاء، خلال اسبوع على حد اقصى وان كان قبل نهايه هذا الاسبوع الاتحاد الافريقي هيعلن بشكل رسمي موعد ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. تاني اتقال لي خلال اسبوع بحد اقصى وان كان ممكن قبل نهايه هذا الاسبوع هيتم تحديد موعد ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه، والكاف هيعلن ده بشكل رسمي. دي اخر المستجدات، عشان مش هطلع اقول اصل ممكن في نص 9، اصل الماتش هيترحل ل10. انا بقول لكم الرساله اللي وصلت لي بشكل مباشر خلال قبل نهايه هذا الاسبوع او خلال اسبوع بحد اقصى هيتم الاعلان بشكل رسمي. حاجه اخيره، كان الاهلي طلع خبر مهم جدا وقال انه بعت لاتحاد الكره وطلب من اتحاد الكره الاهتمام بمنظومة التحكيم خلال الفترة اللي جاية. امبارح اتحاد الكورة رد ونشر بيان متعلق باجتماع مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام، واتقال فيه إن مجلس إدارة الاتحاد استمع لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتقريره عن الفترة الماضية وخطة الاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب للحكام سواء في الملعب أو على تقنية الحكم الفيديو المساعد. وسيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمر صحفي بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأي العام. تحليلي من خلال هذا الخبر إن الاتحاد خرج من المسؤولية وشايل المسؤولية رئيس اللجنة البرتغالي فيتور بيريرا. وأنا بقول لاتحاد الكورة نفسي نشوف التقرير ده في إيه، أو المؤتمر الصحفي بيريرا هيعرض إيه، لأن الفترة اللي فاتت بيريرا لا كان ليه علاقة بالتعيينات ولا بيتدخل في قرارات ليها علاقه بايقاف اي حكم ولا ليها علاقه بملف التحكيم اطلاقا، جاي بيتفرج. وعلى هذا الاساس الاهلي شايف ان مفيش تطوير فطلب تطوير. رد الاتحاد ده انا شايفه 50% هروب من المسؤوليه، لكن ممكن يبقى 100% بناء على تصريحات فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي. هننتظر ونشوف بيريرا ايه اللي هيقوله في التصور اللي هيقدمه للموسم الجديد، رغم انه كان عامل مؤتمر صحفي ما قالش فيه جديد واتكلم عن احصائيات وارقام وعدد حكام، شايف ما كانش له علاقه خالص بالتطوير، واحنا مش شايفين اصلا تطوير ولا ده الهدف اللي الانديه عايزاه، لان السنه دي كانت فيه اخطاء تحكيميه، ولولا ان الاهلي مستواه الفني كبير قدر يكسب الدوري رغم الاخطاء اللي تعرض لها الاهلي في بعض المباريات. الخوف كل الخوف من الموسم اللي جاي، فانا انتظر ونشوف ال 50% الباقيه بيريرا هيقول ايه عشان ندي تصور للموقف اللي هيحصل في الفتره اللي جايه بخصوص لجنه الحكام. وان كنت اتمنى ان اتحاد الكوره لو عايز يتحمل المسؤولية يغير أعضاء اللجنة ويجيب وجوه جديدة، ممكن ما يكونش كل الأعضاء لكن في ناس لازم تتغير، هم عارفينهم قبلينا، فأتمنى يكون فيها قرار خلال الساعات اللي جاية. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا كلام مهم جدا في آخر أخبار الترند. طيب بما ان السوشيال ميديا فيها كلام كتير وبعد إعلان صفقة إمام عاشور شفتوا التفاعلات الكبيرة على السوشيال ميديا، نطلع نشوف اخر اخبار الترند وعندنا كلام مهم جدا كمان تحديدا في ترند الاهلي. طيب اخر اخبار الترند والبدايه هتكون مع ترند الاهلي لان في كلام كتير قوي مهم في ترند الاهلي، ولكن البدايه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك واللي هنأت العالم الاسلامي بالعام الهجري الجديد. تهنئه، عام هجري سعيد، كل عام وانتم بخير، عام هجري جديد ان شاء الله 1445، كل سنه والامه الاسلاميه والشعب المصري بخير يا رب خلال الفترة اللي جاية. طب دي البداية من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. طب حساب كورة بلس
تشكيل الاهلي المتوقع امام حرس الحدود في ليله الاحتفال بالدوري المصري. التشكيل المتوقع: علي لطفي في حراسه المرمى، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، اليو ديانج، افشه وحسين الشحات، ومحمود كهربا وبيرسيتاو. طبعا الثلاثي الهجوم شحات كهربا بيرسيتاو، ثلاثي عامل موسم تاريخي مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم. التفكير في بدء بعلي لطفي اكيد طبعا طبقا لمصادر كوره بلس، هما شايفين الشناوي كان تعرض لاصابه، دخل المعسكر، ولكن ممكن الجهاز الطبي يفضل ان هو ما يبداش بيه. عموما هنستنى ونشوف، لان الشناوي طالما في المعسكر يبقى اكيد جاهز، ولكن هنشوف رؤيه كولر في الاختيارات. ولكن التشكيل كده اجمالا بعد موضوع استبعاد السوليه ومحمود متولي بسبب الاصابه، دي ابرز العناصر الاساسيه اللي بتشارك مع الاهلي في الفترات الاخيره. طبعا التشكيله دي لما تخش بقى عليها الصفقات الجديده، نص ملعب الاهلي امام عاشور، السوليه، ديانج، مع عوده اكرم توفيق، مع وجود مروان عطيه، يا رب باذن الله الفتره الجايه يقدر الاهلي يحقق ويكمل على نفس النجاحات اللي اتحققت هذا الموسم. طيب حساب اليوم السابع: هل يحتفظ الاهلي بدرع الدوري القديم بعد استلامه الليله امام حرس الحدود؟ والله سؤال مهم جدا مطروح من خلال صفحه حساب اليوم السابع على الفيسبوك، وهم سالوا مسؤول رابطه الانديه. للاسف انا امبارح لما اتكلمت في الجزئيه دي قلت اكيد الاهلي هو الاحق بالاحتفاظ بالدرع، لان من 48 لغايه 2023 مفيش نادي فاز باكتر من 43 نسخه. الاهلي فاز ب 43 نسخه، ضعف اقرب المنافسين او ثلاث اضعاف اقرب المنافسين نادي الزمالك. محدش حتى وصل ل 20. الزمالك لو 14 الاهلي 43، انت بتتكلم في ثلاث اضعاف. وبعدين اتحاد الكره ما عندوش متحف، هيحتفظ بالدرع فين؟ فرابطه الانديه ردت وقالت اصل في متحف للاتحاد بيتعمل في مشروع الهدف. فالاهلي بعد ما يستلم الدرع ولما الاتحاد يحضر المتحف بتاعه ويخلص انشاءاته في مشروع الهدف في اكتوبر، الدرع هيروح ويتحط في المتحف. مش عارف، لا تعليق. وكنت اتمنى الاتحاد حتى يحاول ان يعمل نسخه كوبي منها تكون مع النادي الاهلي، والاتحاد يحتفظ بالنسخه الثانيه زي الاتحاد الافريقي ما بيعمل ده. حساب بطولات: ونقل تصريحات لوالد امام عاشور، قال: الكره الان احتراف، الاهلي نادي القرن، ونحن سعداء بانضمامه للفريق، وندعي ان يوفقه الله ويبعد عنه الاصابات، يا رب باذن الله يبعد عنه الاصابات ويعافيه من الاصابه الحاليه اللي بتحتاج الى اسبوع او اتنين على اقل تقدير، يعني ممكن كمان تكون المده اقل من كده. دي تصريحات مهمه جدا من والد امام عاشور لاحدى البرامج بالامس، كلنا سمعناها صوت وصوره، وكان كلام مهم جدا لوالد امام عاشور. بيتمنى التوفيق اكيد لامام، وكلنا نتمنى التوفيق لامام. على فكره يعني لازم نتمنى التوفيق سواء الاهلاويه او الزملكاويه او حتى اي فرقه تانية، لانه في الاخر ده لاعب بيلعب في منتخب مصر، الاهلي هيستفيد بيه كل حاجه، لكن في النهايه منتخب مصر اكيد هيستفيد لما يكون امام عاشور في حالته الفنيه الفتره اللي جايه. حساب كره 11: وسط ترقب جماهير النادي الاهلي في كل مكان، موعد الظهور الاول لامام عاشور، تعرف على موعد مشاركه الوافد الجديد رفقه المالد الاحمر. الناس كانت توقعت، او يعني على حسب اللي اتقال، بعض الجماهير فاكره ان امام عاشور وقع للاهلي واعلن بالامس رسميا لاعب في النادي الاهلي، فبالتالي النهارده موجود في ماتش الحرس. لا يا جماعه، اللعيبه اللي موجوده النهارده لغايه يوم 26/7 دي اللعيبه المقيده في بدايه الموسم الحالي، لكن امام عاشور بعد فتح باب القيد يوم 27/7 تقدر تأيده. ماتش الكاس يوم 30/7 امام الداخليه جاهز، وكولر شايف انه يلعب يقدر يلعب، لكن في النهايه مش هنروح للحته دي عشان ما حدش في السوشيال ميديا ياخد جماهير الاهلي للسكه دي. خدوا بالكم كويس قوي، الفتره اللي جايه اللي هيطلع على السوشيال ميديا امتى امام عاشور هيلعب، الاهلاويه ينتظروا الظهور الاول لامام عاشور، كولر يمنح الضوء الاخضر لامام عاشور، على عناوين دي احنا عارفينها وجربناها كتير السنين اللي فاتت. من دلوقتي بقول للاهلاويه بلاش حد يشتتكم ولا يشككم، بدري بدري اهو بنقول، يجهز يستعد، كولر يختار التوقيت المناسب، ربنا يوفقه ان شاء الله ويبدا مع الاهلي. امتى؟ ده قرار الجهاز الفني. بلغت الرساله، وانا عارف جمهور الاهلي اكيد فاهم اللي انا عايز اقوله ما بين السطور. طب جريده الشروق من خلال موقعها الرسمي وحسابها الرسمي على الفيسبوك بيقولوا التفاصيل الماليه لانتقال امام عاشور من ميدلاند الى الاهلي. قالوا ان اداره الاهلي بدات تحركاتها في صفقه امام منذ اكثر من شهرين. اداره الاهلي اتمت الصفقه مقابل 3 مليون دولار. قام الاهلي بسداد 50% من قيمه الصفقه، اي حوالي 1.5 مليون دولار. جاءت موافقه نادي ميدلاند بعد ضغط من اللاعب.
طبعا الجزء الوحيد اللي انا ممكن اثق فيه الجزء الاخير، رغبه امام كان اللعب للاهلي وضغط بشكل كبير جدا عشان يقطع مشوار احترافه ويلعب في النادي الاهلي، وده اللي حتى خلى ميتلاند ان هو يبقى فيه تفاوض مع الاهلي في الفترات الاخيره. لكن الارقام ارقام غير صحيحه. اولا النادي الاهلي لم يعلن، يعني على المستوى الرسمي ليست هناك ارقام رسميه نعتمدها، والاهلي لا يعلن هذه التفاصيل الماليه، بتبقى في اطار السريه ما بين النادي الاهلي ونادي ميتلاند الدنماركي. ولكن انا باكد هذه الارقام غير صحيحه وقد تكون اقل من كده كمان. طيب نروح ل حساب كوره 11 رضا سليم، بعدما ارتبط اسمه بالاهلي الجيش الملكي يحدد رقم ضخم لبيع اللاعب للقلعه الحمراء، افضل لاعب بالدوري المغربي. كل الكلام اللي جاي جاي تقارير مغربيه، والكلام اللي بيتقال اللاعب حسب مصيره وعايز يلعب في الاهلي، والجيش الملكي بيحاول يتفاوض عشان ياخد اكبر عائد مادي. كل الكلام ده جاي من الصحف المغربيه والمواقع المغربيه، ولكن على المستوى الرسمي ليست هناك اي تفاصيل رسميه تعلن في هذا التوقيت، والنادي الاهلي شغال على اكثر من محور الفتره اللي جايه لاتمام الصفقات. وزي ما شفتوا في امام عاشور كلام كان كتير بس ما طلعش حاجه رسميه الا لما تمت بشكل رسمي. طيب نروح لحساب في الجول، مصدر من الاهلي اللي في الجول، والتر بواليا خارج حسابات مارسيل كولر، اللاعب سيرحل عن صفوف الاهلي بالتراضي زي اللي حصل مع ميكيسوني. على فكره ميكيسوني الاهلي كان بيتفاوض على فكره يعني ممكن يرجع لسيمبا يفسخ العقد بالتراضي، لان الاهلي عنده عدد من الاجانب لازم يلتزم بيهم، كمان المعارين لازم تلتزم بيهم. فبالتالي والتر بواليا من اللعيبه اللي كانت معاره خلال الفتره الاخيره، فانت محتاج اكيد تحدد احتياجاتك الفتره الجايه، فعلى هذا الاساس اشتغلت، وعلى هذا الاساس بدات تشتغل مع والتر بواليا، ممكن يروح اعاره ينتقل بيع نهائي. الامور دي كلها هتتم خلال الساعات الاخيره، وقد يعني ينتقل لاحد انديه الدوري المصري خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه في حساب في الجول، خبر في الجول، الاهلي في المرحله الاخيره لاتمام صفقه جوستاف سوزا مقابل ما يقارب من 500,000 دولار. الاهلي في المرحله الاخيره لاتمام الصفقه، الفريق الاحمر ابقى على مترجم برونو سافيو وعدم انهاء تعاقده تمهيدا للعمل مع سوزا. الزملاء في موقع في الجول يعني تعاملوا بذكاء شويه في فكره ايه، قال لك ما احنا ما عندهمش تفاصيل الاهلي بيعمل ايه مع الفريق الكوري، وما عندهمش تفاصيل سوزا ممكن يجي ولا مش هيجي، بس هم شافوا ان مترجم برونو سافيو لسه موجود ما مشيش، فقال لك بس يبقى الاهلي ايه بيخلص في سوزا خلال الفتره اللي جايه. عموما هننتظر خلال الايام القادمه ونشوف الاهلي هيفكر ازاي في مساله التدعيمات، لكن كولر حدد احتياجاته وابتدى يتكلم خلاص مع النادي في هذا الملف، والناس ابتدت تشتغل على التدعيم، لان القائمه الافريقيه 1/8 هتبدا تسجل اللعيبه للموسم اللي جاي، وقرعه دوري الابطال والكونفدراليه اعتقد هتبقى خلال ايام جدا قريبه يعني عشان تبدا تعرف مين المنافس ليك في الدور التمهيدي الثاني اذا الاهلي شارك في دور ال 32. طب حساب اتحاد الكوره نشر بيان بخصوص قراراته عن اجتماعه اللي انتهى في ساعه متاخره من مساء امس الاثنين. اولا اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد اللي هيبدا القيد من 27/7. في مذكرات قدمت لجنه الانضباط بشان السيد سمير موسى رئيس نادي الزرقاء فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الاداره، ودي الازمه اللي كنا عارفينها بخصوص دوري المحترفين للقسم الثاني. اعتمدوا تنظيم دوري الكره النسائيه مواليد 2004 و2009، والاهلي هيشارك على فكره بالمناسبه في مسابقه ال 2004. تم مناقشه مقترحات انديه القسم الثاني والثالث بشان دوري المحترفين، تكليف اداره المسابقات بمراعاه تلك المقترحات. وفي الختام مجلس الاداره استمع لعرض السيد فيتور بيريلا، كنت بكلمكم دلوقتي على موضوع لجنه الحكام والتصور اللي بيقدمه اللجنه او بتقدمه اللجنه عشان الموسم الجديد. طيب ملعب القاهره 24 بيتكلموا عن ابرزها ارتباطات المنتخب والاهلي، ازمه المواعيد تهدد اتحاد الكره والرابطه قبل الموسم الجديد. فاكرين احنا هنا قبل يعني اول امبارح اتكلمنا وقلنا ايه؟ وقلنا الاجنده الموسم الجايه مشكلتها فين؟ وقلنا الاهلي هيلعب ما يقرب من حوالي 15 مباراه في 90 يوم كلها مباريات قاريه ودوليه، وقلنا الدوري هيبقى في مشكله كبيره لو ما قدرناش نحدد شكل الموسم القادم. وقلت لكم امبارح تاني ان المواقع والبرامج كله نقل مننا وابتدى يشتغل على هذه الجزئيه، لان الجزئيه مهمه متعلقه بالموسم الجديد. النهارده كمان لسه الكل بيتكلم في نفس الازمه، بيتكلموا على ازمه المواعيد اللي بتهدد اتحاد الكره والرابطه خلال الفتره اللي جايه. دي كانت ابرز الحاجات اللي كانت في ترند الاهلي. المشاركات
والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، الرساله اللي توجهها لامام عاشور، ونبدا بسرعه نقرا الرسائل كلها. استاذه نوره بتقول نورت التتش، انت قدام تحدي كبير وهتتعرض لضغوط كتير وجمهور الاهلي في ظهرك طول ما انت قد المسؤوليه وتيشيرت الاهلي بالتوفيق. كلام مهم جدا ورساله قويه. استاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، رساله لامام عاشور، انت في نادي القرن، انت في قلعه البطولات، انت هنا تكتب التاريخ لنفسك، عليك الالتزام والاجتهاد والعمل بجد، انسى السوشيال ميديا، ركز في الملعب فقط لا غير، بص لاقرانك من سبقوك. كلام رائع. طيب استاذ راتب بيقول اولا واخيرا الالتزام بمبادئ وقيم الاهلي والتحلي بالالتزام التام وعدم الانشغال بما يقال في الاعلام او السوشيال، لانه سيواجه نفس مواجهه كهربا من جميع الاعلاميين الغير محايدين والمنحازين على طول الخط. رسائل قويه جدا، ان شاء الله توصل لامام ويتابع ويقرا كل الرسائل. ابو معاذ بيقول نورت التتش، اولا الاهلي كبير، الاهلي لا يعرف الا الفوز والبطولات، اجتهد كافح اتعب وان شاء الله هتحقق طموحاتك واحلامك، الاهلي بما الحضر، لانه الاهلي نورت عائله الاهلي. اخر حاجه معايا استاذ هاني، من مشجع الكيان الى امام الموهوبين، مرحبا بك في نادي القرن، اصبحت فردا من افراد قلعه البطولات لتعزف لحن القيم والمبادئ في اعظم سيمفونيه رياضيه في تاريخ مصر الحديث، الان دورك لتثبيت انك تستحق رهان الاهلي عليك، ومن يشتري الاهلي لا يخذله ابدا، تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد. والله العظيم كلام قوي جدا، وبشكرك يا استاذ هاني، وبشكر كل الناس اللي شاركت معنا في الرساله الموجهه لامام عاشور، وكان عندي رسائل كتير لكن للاسف وقت الحلقه لم يسعفنا ان احنا نعرض كل رسائل جماهير النادي الاهلي، بس اكيد امام كل الرسائل دي هتوصل له من خلال متابعته للسوشيال ميديا. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والنهارده باذن الله احتفاليه كبيره تستمتعوا بيها، والاهلي بطل للدوري العام. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.